الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فاتقوا الله وراقبوه، وأعدوا العدة بين يدي ربكم سبحانه بتقواه، ولينظر كل عبد ما قدمت يداه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن والده شيئا ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. عباد الله، أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، فالذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه هم الذين أخبر الله بأنهم هم الذين هداهم وهم أولو الألباب. معاشر المسلمين، ما أنزل الله من داء إلا وجعل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ولا يخفى عليكم أن الأمراض إما أن تكون أمراضا نفسية أو تكون أمراضا بدنية، ولا شك أن المسلم لا بد أن يكون على بصيرة بما يعتري القلب من أمراض وأتعاب، ومن ذلك أن يكون على بينة بأسلوب علاجها وطريق دوائها. ألا ومن هذه الأمراض، يا عباد الله، التي اليوم في هذه الخطبة نقف وإياكم مع هذا المرض، مع بعض آثاره وأعراضه وطرق علاجه، ألا وهو ضيق الصدر. ألا وهو ضيق الصدر، والمقصود بالصدر كما تعلمون هو القلب. ومما يدلك على أن انشراح الصدر وانفتاحه من نعم الله وآلائه، من نعم الله وآلائه، بأن الله تعالى امتن على نبيه بانشراح الصدر، فقال جل وعلا: ألم نشرح لك صدرك. واعلم أن المعنى بينهما معنى متقابل، فضيق فشرح الصدر هو انفتاح الصدر وسعته وراحته وطمأنينته، وضيق الصدر هو انحباسه وضيقه وما يعتريه من الهموم والغموم وغير ذلك. ولذلك يقول ربنا جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. تأمل هذه الآية يا عبد الله. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، أن يفتح قلبه للإسلام ولتعاليمه، فيأنس بطاعة ربه ويسعى إلى فعل الخيرات بإقبال وانشراح صدر. يا لها من نعمة، يا لها من نعمة. وعلى ما تدل على انشراح الصدر، يوم يقبل العبد على الله، ويوم يفرح بطاعة الله سبحانه جل وعلا، وينافس على رضاه. وعلى العكس، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نعم، من يرد أن يضله فيغرق في الشهوات وينكب على الشبهات، يضيق صدره عن الخير ولا يأنس به، وتثقل عليه الطاعة، ويقبل على المعاصي، ويدبر عن الخيرات. نعم، ويضيق صدره عن الإيمان،
والقيام بالأعمال الصالحات، فكيف يكون حاله يا عباد الله؟ يضيق ضيق وحرج، كأنما يصعد في السماء، أي كأنما يكلف الصعود في السماء، ولا حيلة له في ذلك. ولا يخفى عليكم أن الشخص من الناحية الحسية كلما صعد أكثر ضاق عليه الأمر بسبب قلة الهواء. وهذا الذي عصى الله ورضي لنفسه بالبعد عن طريق الرحمن سبحانه جل وعلا يعتريه ما يعتريه من الضيق والاضطراب والقلق والهموم والغموم والأحزان بحسب بعده وإعراضه عن ربه. ولذلك توعد الله عز وجل من أعرض عن ذكره بالمعيشة الضنك في الدنيا والعذاب في الآخرة. فقال جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذا كلام الله، يبين سبحانه عز وجل حال من أعرض عن ذكره، أي من تولى عن طاعة الله وأعرض عن دين الله وجعل القرآن وراءه ظهريا لا يلتفت إليه لا تلاوة ولا قراءة ولا تدبرا. والناس في الإعراض يتفاوتون وليسوا على وتيرة واحدة، وأشدهم إعراض هو من رضي بالكفر والخسران والبعد الكامل عن طريق الرحمن. الله يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فيحرم من العيش الطيب والطمأنينة والسكينة والراحة وغير ذلكم، ويخلفها هم وضيق وضرق في العيش. وإن أكل أحسن الطعام، وإن شرب أحسن الشراب، وإن لبس أحسن اللباس، وإن كان عنده من الأموال ما عنده، فبعده عن ربه سبحانه طريق وسبيل للشقاء في الدنيا والآخرة. ولذلك يا عباد الله، كم تجد هؤلاء ممن يعاني فراغا نفسيا ومعنويا، ربما تجده يعيش في قصور ودور وحوله الحدائق الغناء والمسابح وغيرها، ربما حول قصره وداره، ولكن يعتريه ما يعتريه من الآلام والضيق والنكد وتعب العيش. لماذا؟ لأنه فرغ قلبه مما خلق من أجله من طاعة ربه. فالدنيا التي بيده لا تغني، لا تشفي، لا تكفي، بل قد تجده يتخبط في الذنوب والمعاصي، من معصية إلى معصية، ومن فساد إلى فساد، ومن منكر إلى منكر، حيران لا يدري ما يشبعه، ينتقل من هذه إلى هذه، وربما أدمن على المسكرات ووقع فريسة للمخدرات وسار عالة على المجتمع، وربما قد ينتهي الأمر ببعض هذا الصرف إلى القتل والانتحار. فماذا أغنت عنه الدنيا؟ وماذا فعلت له المناصب التي يسوقها، التي يقودها، إلى آخره؟ ولذلك هذه عقوبات في الدنيا عاجلة قبل عقوبات الله في الآخرة. ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي ما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتا وكذلك اليوم تنسى. فيا عبد الله، يا أيها المسلم، عندك الخير، عندك سبب الراحة، عندك سبب الحياة الطيبة، ولعلي وسأتكلم عن ذلك حفظكم الله. أيها المسلمون، اعلموا أن من آثار ضيق الصدر قسوة القلب. ولذلك قال الله جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فهذا الذي ابتعد عن ذكر الله وما خشع قلبه ولا سكن لآيات الله، إذا قسى قلبه، هذا أثر من آثار ضيق الصدر، لا يلين لذكر الله ولا يتحرك قلبه للقرآن، بل ربما لا يميل إلى
سماعه ويهرب من سماعه وقراءته، وربما أدبر على المصحف وهو بين يديه وأمامه، وربما ساقه الشيطان إلى مزاميره فهجر كلام الرحمن إلى مزامير الشيطان. يا أخي انظر إلى نفسك وحاسب نفسك، انظر هل أنت ممن هو مبتلى ولو جزء من هذا ولو بشيء من هذا، من أجل أن تبادر فتعرف المرض والداء، تعلم أن ما يعتريك من متاعب وضيق وهموم تبقى وترسخ في قلبك إنما هو بسبب البعد عن الله. وأيضا من آثار ضيق الصدر بغض الخلق. وقد يقول قائل كيف إن الذي يضيق صدره وينقطع إلى الذنوب والمعاصي، يضيق صدره فينفر من حوله، يضيق صدره فلا يجد سبيلا للتعامل مع الناس إلا الأذية، الأذية له في أموالهم وأعراضهم ونفوسهم إلى غير ذلك من الأمور، كيف يكون حاله، كيف يكون حاله عند الناس؟ ولذلك انظروا يا عباد الله، وهذا واقع المعيشة، ألا ترون أنه كلما ازداد شر الشخص كرهه القريب وكرهه البعيد، حتى يقول بعض الناس لو مات فلان خلص الله الناس من شره، قاطع طريق، لص، يؤذي هذا، يأكل مال هذا، ينهب هذا، لا يبالي، ربما صار مع المسكرات والمخدرات والبلاء، هذا يكون في المجتمع محبوبا؟ لا والله، لا والله. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا أبغض الله عبدا نادى: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضه. قال: فتوضع له البغضاء في الأرض. وهذا واقع نعيشه. وعلى العكس في أهل الإيمان، قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. أيضا من آثار ضيق الصدر أن يقع بين العبد وبين ربه وحشاه لا إله إلا الله. وأي وحشة يا عباد الله هذه التي تقع في قلب هذا العبد؟ ضيق الصدر، فلا يأنس بذكر الله ولا يرتاح في الجلوس في المسجد، بل لو دخل كأنه في قفص، متى يفر ومتى يخرج منه؟ لا يأنس بالجلوس مع الصالحين ولا يرتاح مع الطيبين، بل تجده وللأسف الشديد قد جعله الشيطان يأنس تاره مع الجوال، مع الجوال. وما أدرك، وأنا لا أقول هذا الجوال كزجاج وحديد وبلاستيك، لا، أنتم اليوم، أنتم اليوم ونحن اليوم نعيش في عالم كأنه قرية واحدة عن طريق النت وسهولة الوصول إليه، صار الوصول إلى الشرور والآفات وفساد القلب قصير، ليس بينك وبينه مسافة بعيدة إلا أن يحميك الله. فكم هي الساعات والأيام التي تقضى ويقضيها البعض مع هذه المواقع، يريد بهذا وكأنه يريح صدره ويذهب وقته. أو ما علمت يا عبد الله أنك تقتل عمرك، أنك تقتل حياتك الحقيقية؟ فيأتي اليوم فيندم العبد ولا ساعة مندم: يا ليتني قدمت لحياتي. ترضى أن تكون ألعوبة بيد الشيطان وفريسة لهواك يرميك بتارة هنا وتارة هنا؟ فأين صلاة الفجر جماعة بعد ذلك؟ وأين الصلوات الخمس في أوقاتها؟ وأين القرآن؟ أين الذكر؟ أين التسبيح؟ أين الاستغفار؟ هذا كله سار منسيا نسيا منسيا. إذن وحشة ونفرة بينك وبين الخير وبينك وبين الطاعة. يوم ضاق الصدر يذهب الإنسان إلى هذه الأشياء ولا يجد إلا الداء فوق داء. ولذلك بعض الناس وللأسف الشديد يرى أن علاج قلبه وهمومه وغمومه يا عباد الله أن يسترسل في المعاصي، أن يستمر فيها، أن يستمر فيها، ولا يدري أن عقوبة السيئة السيئة بعدها. إي والله، فتزداد كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذا غطي القلب بالمعاصي والذنوب عمي وصار من أهل الغفلة. والله قد قال: واذكر ربك إذا نسيت. وقال عز وجل: واذكر ربك في نفسك خيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ولعلي أخطأت في الآية، ولكن معناها واضح: الحث على ذكر الله والتحذير
كثير من الغفلة عن ذكر الله. قلت ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، أثار ضيق الصدر كثيرة، ولكن هل تفضلنا إلى الدواء والعلاج؟ هل تفضلنا إلى العلاج والدواء؟ هنا الإشكال. من عرف حاله وعرف مرضه وعرف طريق الدواء فليها له، وإلا فأغلب الناس وأكثرهم لا يعلمون. انظروا إلى حالنا هنا في اليمن، وأرجو أن لا يفهم كلامي خطأ، ولست أقول بأن القات، وأنا أذكر القات هنا لأن أمر القات ليس غذاء وقوتا يأكله الناس كما يأكلون القمح والبر، ولو كان كذلك ما رأيتهم طوابير عليه، وهذا شيء واضح. ولكن لو سألت أغلب من يخزن يقول ماذا أصنع، ماذا أفعل؟ القات يريحني، أشعر براحة، أشعر بكذا، أنا في ضيق، أنا في هم، أنا في كذا. إذا خزنت شعرت بهدوء، أهرب من هذا العالم، أخرج منه. وما يخرج منه، يخرج منه بعقله وقلبه، يبقى في أحلام يقظة، يبكر اليوم الثاني بعد أن يرمي القات من فمه، يبكر اليوم الثاني يبحث عنه من أجل أن يعيد الكرة من جديد. هل تنافس الناس في اليمن بهذه الكثرة الكاثرة على القات لأنهم القوت الضروري؟ لا، ولكنه يرون، لكن الكثير منهم يرون أنه يخفف عنهم ما قد يعتريهم من هم أو غم في شيء من النشاط والراحة كما يقال. ولكن هل سلكنا المسلك الصحيح؟ اليوم لا. والعجيب أنك لو انتقدت هذا لقال لك انظروا، لقال لك أيما أحسن، القاتل المخدرات، القاتل الخضر والمسكرات، ما فيش مقارنة أكيد. وكان لو لم نخزن لرأيتنا في الشوارع مغازل، لو لم نخزن خزن كان البديل هي المخدرات والمسكرات وغيرها. بعض البلدان عند المخدرات، يا أخي أنت مسلم، أنا وأنت مسلمون، كيف نقول هذا؟ كيف نقول هذا الكلام والمسجد بين أيدينا وبجوار دورنا؟ المسجد بيت كل تقي، كيف نردد هذا والقرآن الذي جعله الله شفاء بين أيدينا؟ والله يقول ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. جرب يا أخي، ألم يقل يقال الحياة تجارب؟ أنت يا من تعودت على أنك تخزن من بعد العصر إلى بعد العشاء، قل هذه المرة سأنتصر على الشيطان، أنا ليس عندي عمل تجاري الآن ولا شيء، سأبقى في البيت أو في المجلس، اليوم سأجلس في بيت الله وأقرأ القرآن من العصر إلى المغرب. جرب وانظر، اجعلها تجربة كما يقال، ثم انظر إلى حالك وقلبك ونفسك وسكينتك وطمأنينتك وأنت مع الله. ولذلك حفظكم الله، من دواء ضيق الصدر اللجوء إلى الله والتوبة والإنابة إليه بصفة عامة. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أيضا من أسباب زوال ضيق الصدور وآلامها لتحقيق الإيمان والأعمال الصالحة والمبادرة إلى الطاعات والخيرات. فالله قد قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فهذا وعد الله، والله لا يخلف الميعاد. وأيضا من أسباب علاج ضيق الصدر وأن تحل الطمأنينة والأمان والسكينة فيه بدلا عن الضيق والهموم والغموم، أن تكون يا عبد الله لربك من الذاكرين، أن تكون لربك من الذاكرين. ومن أعظم ما تذكر ربك به أن تتلو كتابه. قال عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أن تكون من المستغفرين المسبحين المهللين المكبرين. نحن محرومون إلا من رحم الله من هذه الخيرات. كم تمر علينا أيام وشهور وأعوام،
كم نسبح في اليوم، كم نستغفر، كم نهلل، كم أنت حريص أيها المسلم على أذكار الصباح والمساء والنوم وغيرها مما يحصنك من الشيطان الرجيم. قال جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. هنيئا، هنيئا لمن ذكر الله، هنيئا لمن كان مع الله. ولذلك من هذا الذي تخلو حياته من الهموم والغموم والمتاعب؟ الحياة الابتلاء، ولقد خلقنا الإنسان في كبد. ولكن قل لي بربك، هل تستقر الهموم والغموم في قلب المؤمن؟ هل تستقر؟ لا بد أن يحصل له هذا، هو بشر. ولكن إذا أتت الهموم والغموم والضيق، جاءت الصلاة من جهة، وجاء الذكر من جهة، وجاء التسبيح من جهة، وجاء المسجد من جهة، وجاءت الصلوات الخمس في أوقاتها من جهة، وجاء قيام الليل من جهة، وجاء الصبر على قضاء الله وقدره، قدر الله وما شاء فعل من جهة، فتذهب وتمر على قلبه مرور الكرام. أما من لم يكن على هذا العيش الذي سمعتموه، كيف سيكون حاله وكيف سيسير مآله وعاقبة أمره إن استرسل؟ حياة نكد، حياة نكد وجحيم. ولذلك رحم الله ابن القيم وهو يقول مستنبطا من قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وإن كانت هذه الآية في سياق ذكر حال الأبرار في الآخرة وحال الفجار في الجحيم، في النار، قال: ألا واعلم أن الأبرار في نعيم في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، والكفار في جحيم في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. قال: وهل النعيم إلا نعيم القلب؟ وهل الشقاء إلا شقاء القلب؟ فمن شقي قلبه ماذا يغنيه ولو كانت الدنيا كلها بين يديه؟ ومن سعد نفسه، ومن سعد في قلبه وهدى باله وألس مع ربه ولو ولت عنه الدنيا مدبرة، ما الذي سينقضه؟ ما الذي سينقصه ما دام مرتاحا مطمئنا؟ فيا عباد الله، يقول الله عز وجل مخاطبا النبي: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسلم. انظر، يقول لك ساحر، كاهن، مجنون، معناه يا نبي الله أنت بشر، يضيق صدرك مما يردده الكفار في حقك، فما هو العلاج وما هو الحل؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. تضيق وتذهب تبحث عما يزيل الضيق على قلبك أكثر. أما سمعت قول الله وهو يخاطب نبيه سيد الأنبياء: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، ماذا قال له؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صلي، أقبل على الله، سبح، كن من الساجدين والراكعين، أدي الفرائض، زد على ذلك بالنوافل، لن تجد إلا الراحة. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر قال: يا بلال، ألحنا بالصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فيا أيها المسلم، احذر من الغفلة عن ذكر الله، احذر من الدواء والسبيل والطريق الذي يعينك على ذهاب ما تعانيه من ضيق الصدر وآلامه ومتاعبه. فبين أيدينا يا عباد الله كما سمعتم سعادتنا في الدنيا والآخرة كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم ويحب ورضا. اللهم أهدنا بالهدى وزيننا بالتقوى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ أموالهم وصن أعراضهم. اللهم ارفقهم بطاعتك وجنبهم بمعصيتك. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم اجمع كلمتهم على الحق والدين يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الفتن ما ظهر منها وبطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. Thank you.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن